كثيرة هي المواقف والخطابات والقرارات التي ظهر فيها الرئيس العليمي متعاطفاً مع سياسة المجلس الانتقالي وداعماً له حتى أنه تعامل مع الانتقالي في محطات كثيرة باعتباره حامل لواء القضية الجنوبية وصاحب مشروع وقضية على نهج معاكس تعامل المجلس الانتقالي مع العالمي ومع المجلس الرئاسي ككل كما تعامل من قبل مع الرئيس هادي بانتهازية واستقواء واستغلال لوجوده في السلطة للاستحواذ على المناصب واستلاب قرار الشرعية فيما يتعلق بالمناطق والمحافظات المحافظات الجنوبية الخاضعة لسلطته وتماشيا مع هذا النهج وتصعيدا لأسلوبه اقتحمت بالأمس عناصر تابعة للانتقالي فعالية لوزارة الشباب والرياضة في قصر الفخامة بعدن وأوقفت نشاطها بالقوة كما قام عناصر الانتقالي بتمزيق صور العلم وإطلاق الشتائم ورفع علم الانفصال وإجبار الحاضرين على المغادرة بالقوة وزارة الشباب والرياضة المنظمة للفعالية أصدرت بيان إدانة ووصفت عناصر الانتقالي بالبلاطجة والغوغائيين وقالت أن هذه الأعمال لا تخدم الأمن والسكينة محملة عناصر الانتقالي تبعات ما حدث بالرغم من عدم ذكر اسم الانتقالي في البيان. بيان الوزارة قال أن الاحتفالية جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب وأن الهدف منها تسليط الضوء على إنجازات الشباب والتذكير بأدوارهم في بناء المجتمعات والنهوض بالأوطان، مشيرا إلى أن الفعالية لم تكن مسيسة أو موجهة ضد أحد. وأشار البيان إلى أن ما قامت به عناصر الانتقالي يقوض الشراكة بين أطراف الشرعية، ويسعى لتقديم عدن بقالب فوضوي ويجعلها في خانة المحافظات غير المستقرة. وعلى الرغم من حدة البيان، إلا أن المجلس الرئاسي الحكومة لم يتخذ أي إجراءات عقابية ضد ميليشيا الانتقالية التي أصبحت تصرفاتها تجاه الشرعية كما لو أنها ضد خصم لا شرعية ذات قرار الحادثة أعادت إلى الواجهة تصرفات الانتقالية الميليشاوية في الفترة الماضية ومحاولتها الانفراد بالسلطة وتنصيب الكيان الذي تأسس بالعمالة والدعم الخارجي والإرهاب والاغتيالات مكان الدولة في حين أن قادة الكيان ذاته في راس هرم الشرعيه شركاء واصحاب قرار ونفوذ وهو تناقض مريب وعجيب يضاف الى قائمه الالغاز غير المفهومه في بلد العجائب